عفى الله عنكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: انتشر ما يسمى بالمذهب العلماني، والسؤال: هل العلمانية مذهب كفري؟ وهل نحكم على صاحبها بكفره؟ إلحاد، العلمانية إلحاد، لأنها فصل للدين عن الدولة، هذه العلمانية، فصل الدين عن الدولة، هذا إلحاد، لأن الدين جاء، الشرع جاء بالسياسة وبالعبادة وبالشرع، ففصل أحدهما عن الآخر هذا إلحاد في دين الله. يقولون السياسة ليس عليها حلال ولا حرام، تفعل ما تشاء، والدين إنما هو في المساجد وللأفراد، ما نتدخل فيهم، خلوهم في المساجد وخلوهم ولا تدخلون فيهم، وأما السياسة فأهل المساجد لا يتدخلون فيها، هذا معنى كلامه، إن أهل الدين ما يدخلون في السياسة، وأن أهل السياسة ما يدخلون في الدين، وهذا تفريق لما جمع الله سبحانه وتعالى، فلا قوام للعباد ولا صلاح للعباد إلا بصلاح السياسة وصلاح الدين جميعا. نعم.